اهلا بكم في فيديو جديد. معانا النهارده حاله صعبه جدا للاسف، ده صديد وده على اللو باور، فما بالك بقى هنشوفه على الهاي باور عامل ازاي والعدد عامل ازاي. للاسف الحاله دي بتعاني من تقطيع في الميه او دخول الحمام كتير او بنقوله حران شديد جدا في الميه. للاسف زي ما قلنا الباص اوفر زي 100، ده دليل على وجود عدوى بكتيرية مثلا او وجود كتير من الحصوات او كلام من ده، احيانا بتزود نسبة الصديد. ومعنى تويض الصديد ان الجسم بيدفع بكميات كبيرة من الوايت بلاد سيلز، الخلايا الدفاعية او الخلايا الدم البيضاء، لليورين تراك، لمجرى البول. للأسف هناك الخلايا دي بتموت وبتنزل على هيئة صديد، معنى الكلام ان في مشكلة، فبنحوله على الطبيب المعالج اللي غالبا بيكون دكتور بطنة او دكتور مسالك وبيتعامل مع الحالة وبيحاول يهتم بيها. يلا بينا نشوف على الهاي باور الشكل عامل ازاي. وهنا عشان تعد العدد مأساوي، هنا بيتجاوز عد خلايا الصديد بيتجاوز للأسف 100. وهنا بنقول للحالة دي ان هي بتزود شرب المية كتير وبتزود السوائل على قد ما بتكتر وبتمنع عن الحدى والحراق، وطبعا مستحيل او يعني الامر ده هيتدارك الا بعلاج محترم من طبيب محترم او عن طريق مزارع البول اللي بتحدد اصناف المضاد الحيوي اللي يمكن استخدامها مع الحالة دي.